ولا أريد إضاعة الوقت لننهل من علم الأستاذ محمود الطيب العالم والباحث الجليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أولا أنا مش دكتور، شكرا للأستاذ ضياء. أنا لسه باحث ماجستير كلية الآثار جامعة الأقصر. بإذن الله هنبدأ المحاضرة عنوانها القيم والفضائل في مصر القديمة. الموضوع ده مهم، ومن خلال شغلنا كأثريين أو كمرشدين سياحيين، ومن خلال شرحك إحنا زي ما بنتكلم عندنا الأثر اللي موجود معانا اللي شايفه كل المناظر اللي في المعابد. مثلا الكهنة تحمل المركب أو الزورق المقدس بتاع المعبود، والملك يقيم الشعائر، وعلاقة الملك ده، كل المناظر إيه المتشافة الملموسة. وزي محاضرة امبارح اتحفتنا وسمت الحاجة اللامادية أو التراث اللامادي اللي هو التراث الحي. من خلال بعض البرديات وبعض الاستراكات في دير المدينة وما وراء المنظر، زي ما احنا بنتكلم كده، المنظر اللي انت شايفه بتشرح الحاجة اللي شايفها، لكن ما وراء هذا المنظر اللي هو بعض المبادئ اللي مصر القديم طبقها في حياة الملك كحكم. ومن أوجه اللي موجودة معانا ونقدر نقراها ما بين السطور وما وراء المنظر، منظر مكرر في معابد كتير اللي هو تقدمة الماعد، تمثال الماعد. الماعد عند المصري القديم هو حاجة غير ملموسة، اللي هو الحق، النظام، العدل، كل الكلام ده، أو القيم، المبادئ، الفضائل اللي هي وسخها الإنسان المصري في قرارة نفسه وطبقها في حياته. وزي ما احنا قلنا في مرة من المرات ان الانسان المصري انسان مستقر نفسيا واجتماعيا، وما يحيط به من كل حاجة متوفرة بالنسبة له ما بعد الفترة ما قبل الوصلات واستقراره في وادي النيل. ويمكن الاستقرار بتاع المصري القديم كان ما قبل وادي النيل في منطقة نبتة بلايا غرب ابو سمبل، وكون حضارة عظيمة هناك، وجفت البحيرات اللي كانت مكونة عن طريق الأمطار ونزل وادي النيل، فبدأ إن هو يستقر. وكان كل الناس المغيرين عليه من الغرب والشمال الشرقي والجنوب كل الكلام ده، وكان إنسان مستقر، وكان أقصى ما يقوم به الإنسان المصري إن هو بيستكشف الصحراء للتعدين وهكذا، إلى أن جاءت الصراع الكبير ما بعد، أو الدرس الكبير اللي أخذه الإنسان المصري القديم اللي هو ما بعد غزو الهكسوس لمصر وحكمهم. بدأ الإنسان المصري القديم يهتم بالحروب، والحروب التي خاضها المصري القديم كانت مبدأها وأساسها الدفاع عن نفسه. فقال لك الهجوم خير وسيلة للدفاع، علشان ما يتكررش الدرس ده مرة تاني والناس تيجي تهجم علينا وتحكمنا، إحنا نقدر نوسع الإمبراطورية بتاعتنا. والإنسان المصري القديم بنى حضارته على ثلاث مبادئ، أي حضارة في الدنيا بتتبني على ثلاث مبادئ: المال والسلطة، وده اللي انت تقدر تكون بيها مجتمع مكون من هرم اجتماعي، السلطة الحاكمة، الحكومة، أفراد الشعب، الجيش، عمال، فنانين، أدباء، كل الكلام ده، فلاحين، مزارعين، كل ده يعتبر مكون أساسي وعنصر أساسي اللي هو العنصر البشري. ورجال الدين اللي هم بيعرفوا الإنسان المصري العقيدة والاستقرار ولجوءك إلى الإله والرب وهكذا. العنصر الثالث أو العمود الثالث هو النولج، العلم. فالحضارة المصرية القديمة مش مبنية بس على السلطة والقوة، مش مبنية بس على الدين، ولكن العلم كان أساسها، وكان المنارة الأساسية في العلوم اللي هو المعبد نفسه من أحد وظائفه الجامعة، المدرسة، كل الكلام ده طبقه المصري القديم. وعلشان هو يهيئ حاكم ممتاز جيد، حث على
كثير من القيم والفضائل واحنا هنقدر نسردها. لكن لما الانسان الملك المصري ده اللي بيقدم تمثال العداله او الماعت، في نص مهم في معبد ابيدوس بيقول لك رديت ماعت النب ماعت، رديت ماعت النب ماعت، بيقول لك اقدم العداله لسيد العداله اللي هو ايه الرب او الاله الواقف قدامه اوزوريس. نص في غايه الاهميه. الالهه عند مصر القديم الرمزيه بتاعتها اللي جسدت في صور مناظر الهه حيوانات طيور، دي كلها نعوت الاله او صفات الاله فيما معناه زي صفات او اسماء الله الحسنى، القوي والجبار القوي العظيم كل المتين، كل ده بيطبقوا في الالهه او المعبودات اللي موجوده. فبيقول لك انا ساحكم بالعدل واقيم العدل يا رب العدل. الاله نفسه لما تقدم لي القرابين اللي انت شايفها في صور الفاكهة الخضروات اللحوم كل الكلام ده هو مش بيستفيد منه، ولكن المبدأ عنده الرمزية هنا يقول لك ان الأناس او البشر يأكلون ويشربون ويتغذون على الحياة المادية، اما الآلهة تتغذى على العدالة. يعني اللي هم الإله او المعبود اللي سائد الكون ان الناس ينتشر بينه العدل في ارجاء المجتمع اللي عايشين فيه، فده الاله دايما مبسوط. فعشان كده المعبد نفسه كمنظومة يعتبر وحدة اجتماعية تكافلية، يعني كل الطرفين التي تقدم في المعبد مش هياخدها المايك او ياكلها، ولكن كله يستفيد منها الناس الاخرين وهكذا. علشان نركز في نقطة مهمة، يبدو يعني وظيفة الملك الحاكم حاجة مهمة بما انه ممثل الاله على الارض او ابن الاله على الارض او المعبود. بيقول لك ايه الماعد، اقامة الماعد، عكس الماعد عند مصر القديم اللي هو الاسفت. والاسفت في لغتنا المحلية لما بيتكلم عن حد وعايز تقلل منه تقول تعالى يا زفت. كلمة زفت اللي هي الاسفد اللي هو الشر او الشرير، فده برضو من الموروث اللي عندينا في حياتنا العامه الاسفد او الزفت، الناس اللي هي متقدمه فيما بعد القار او الزيت الاسود اللي هو المواد البتروليه زي الاسفلت بتاع الشوارع والكلام ده. لكن الاسفد عند المصري القديم معناها الشر والشرور، فانت لما بتدعي على حد تعالى يا زفت روح يا زفت معناها ايه؟ يا وحش يا شرير يا اللي مش منظم يا اللي مش كويس يا اللي مش مستقيم. فده المعنى الحقيقي للماعت وعكس الماعت اللي هو الاسفت او الزفت. هنتكلم في مبادئ المحاضرة النهاردة عن عدد من الصور اللي هتساعدنا على توصيل هذه القيم والفضائل عند المصري القديم. ده المعبود أوزير عند المصري القديم، أسطورة بسيطة ناس كتير بتحكيها، وكمرشدين سياحيين احنا بتحكيها دايما للجسد. ان عقيدة المصري القديم بنيت على الواقع الذي روج للأسطورة. يبقى عندنا حاجة مهمة عند عقيدة المصري القديم اللي كون بها فكره وعقيدته، ان الحدث سابق الأسطورة. زي ما بيقول لك البيضة ام الفرخة، مين اللي جاء الاول، الكتكوت ولا البيضة؟ عند المصري القديم في عالمه العقائدي ومجتمعه اعتمد على متابعة دراسة الظواهر المحيطة به، ومن خلالها طلع العقيدة بتاعته والأسس اللي بنى عليها العقيدة. فلو جينا نظرنا إلى قصة أوزير، رجل طيب كان يحكم مصر في الأساس، رجل طيب كان يحكم مصر ويقيم العدل، متزوج من زوجة جميلة اسمها الست إيزيس. الست أو آست، كلمة الست نطلق على الست مريم السيدة مريم، والست زينب، والست عائشة، والسيدة خديجة أو الست خديجة، وكله حتى أم كلثوم بيقولوا لها الست. فالست هي الكبيرة، الحتة اللي هي معناها الأم المحتوية. مثال أكبر اللي هي إيزيس نفسها.
فلو قلنا ان هذا الرجل الذي متزوج من سيدة جميلة له اخ يدعى ست لله سس او ست الشرير، ست معاه هيحكيها القصة بالبلدي، ست ده معاه صحبة وحشة شلة فاسدة، طلعوا في دماغه يا سلام لو انت تحكم، هم عايزين يستفيدوا منه طبعا، يا سلام انت لو تحكم، قال لهم يا سلام لو انا نبقى حاكم انا هنهيصها هنعمل حاجات كتير. في نفس الوقت في قرارة نفسه نظر الى امرأة اخوه الجميلة فقال لك انت لو تخلصت من اخوك هتمسك الحكم، وفي نفس الوقت سوف تتزوج من هذه السيدة الجميلة. دي مفتاح القصة عند المصري القديم، علشان هو بيقول لك القصة دي أو الأسطورة عشان نستفيد منها من خلال نقاط آتية. فاللي حصل بعد كده قرر التخلص من أخيه، فعملوا حفلة دعوا فيها كل الناس وعلية القوم في قصر وزير اللي بيطل على النيل، وجابوا تابوت فاخر جيد الصنع مزخرف ومطعم، وقال لك التابوت ده لو هيجي مجاز حد من الحضور سوف يكون له. فكلهم واحد ورا الثاني جرب هذا التابوت لحد ما وصل لأوزير اللي هو كان مجاز التابوت، كان فتلي، فأغلقوا التابوت. كل الكلام ده القصة في جو يسوده اللعب واللهو والضحك والشرب عند المصري القديم والدنيا تمام. وخد التابوت طلعوا بيه بره وهز التابوت ومشيين بيه وراح رمينه في النيل، طيار النيل جرفوا للبحر المتوسط وصل الى سواحل فينيقيا. ايزيس كانت عندها علم السحر، قدرت توصل لمكان هذا التابوت، احضرت التابوت من لبنان ورجعت بيه للقصر الملكي. فتحت التابوت، زوجها في حالة اعياء شديد، فهيحصل انها هتبلغ مثلا الدكتور وذهبت لتحضر الطرياق الدواء عشان يفوق جوزها. في هذه الاثناء ست علم بالموضوع ده فقال لك اتخلص من هذا الرجل اللي هو انت لسه حي، راح مقطعه الى 42 قطعه، وليها مبدا عند المصري القديم ومغزى، وركب المركب بتاعته من الشمال الى الجنوب، وكل بلده يرمي جزء من اعضاء الجسد. بعد كده ليتخلص منه تماما. بعد كده إيزيس بواسطة السحر استطاعت أن تجمع أشلاء زوجها وضاجعته علشان تنجب منه حورس اللي حينتقم لأبوه فيما بعد. أسطورة بس هو الأساس حدث، هقول لك الحدث جاي من فين. فإيزيس اعتنت بطفلها في أحراش الدلتا وربته لحد ما كبر، وست كان حاكم البلاد، فراحت اشتكت لمجمع الآلهة لله رع، حصل مع جوزي كذا وكذا وكذا، وأنا عملت كذا وسويت كذا، وأني أطالب بحكم مصر لابني اللي هو من حقه ومعاقبة ست. طبعا الآلهة قدروا يرجعوا الحياة لأوزير، ويحكي القصة بتاعتك أوزير حكى اللي حكناها. بعد كده قال لك طلباتك ايه، خلاص احنا هنرجعوك للحكم ونعاقب ست ونحيي جانبا وانت ترجع تحكم البلاد. وزير رفع ايده وقال لك انا مش عايز ارجع لهذا العالم اللي فيه غش وضلال وحقد ودناءة. قالوا له انت عايز ايه؟ قال لك انا عايز اعيش في العالم الاخر في الجنة واكون سيد الجنة. رفع ايده مرة تاني وقال لك انا لي ابن صغير حورس اجعله حاكما على البلاد. الآلهة حكمت بيه؟ قال لك خلاص هذا الطفل الصغير يصارع عمه ويرجع الحكم. فعلا هورس رجع الحكم بعد ما صرع الشر وطرد الشر. فبنيت العقيدة المصرية على أن الإنسان الذي يحكم البلاد يقيم العدل والخير ويترك الإسفل والشر، وإنه يمثل هورس على الأرض، ويجب عليه أن يفعل ذلك ليلحق بأوزير في العالم الآخر. المغزى والمقصد من هذه القصة اللي كلنا عارفينها يقول لك أن الحياة الأولى ما هي إلا حياة لهو ولعب وكلها نجوم وكلها خراب، ولكن حياتك الحقيقية هي في العالم الآخر الذي يجب أن تصل إليه.
اللي هو الماعد اللي هو وصولك إلى الجنة. القصة دي في مبدأها والدليل المباشر، ناس كتير يقول لك احنا سمعنا كده أخ وأخو، سمعنا قصة هابيل وقابيل. ربما احتمالية أن مصدر الأسطورة كان قصة الأخوين هابيل وقابيل، نفس الأحداث. وهنالك بعض الناس تشير إلى قصة آدم والشيطان، نفس الكلام، الصراع غيرة الشيطان من بني آدم وخلاه يسيب الجنة ونزل على الأرض ولازم يرجع للجنة مرة تانية لما ربنا ادانا القوانين والمبادئ في الديانات السماوية اللي نزلت على أهل الأرض ليصل إلى العالم الآخر. فالمصري القديم في أصل دينه وعقيدته لها مصادر دينية سماوية لا يوجد شك في ذلك، فده مهم بالنسبة لنا. يبقى الإنسان المصري القديم مبدأه أنه يعمل من أجل الخير والأخاء وعدم الحقد وعدم الكراهية وعدم الدناءة لكي يصل إلى العالم الآخر في سلام. على سبيل المثال السورة اللي بعدها هننتقل ليها اللي هو مبدأ المحاكمة، محاكمة أوزير. محاكمة أوزير أو محاكمة المتوفى، عندنا ميزان زي ما احنا شايفين. الميزان ده يتكون من كفتين، كفة فيها قلب والكفة الثانية فيها ريشة. الريشة دي بتمثل الحق والعدالة. لو احنا جينا قلنا كلمة قلب باللغة المصرية القديمة، قلب كمضغة كحتة لحمة اسمها حات. عارفين الحاتي بتاع اللحمة؟ المطاعم يقول لك الحاتي. فكلمة حات هي اللحمة عند المصري القديم، ودي كلمة من الكلمات المصرية القديمة احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، حاتي بتاع اللحمة. فحات هو المضغة. وكلمة ايب اللي هي معناها العقل والضمير، فشيخنا الشعراوي بيقول لك هو مصدر اتخاذك للقرارات والتفكير والنية، محلها هنا ولا محلها هنا. اللي هنا ده القلب زي معروف لينا، لكن القلب نفسه هو اللي فيه العقل او الضمير. اما ده اسمه مخ، موصل للاوامر والاشارات اللي بيصدرها القلب وتنفذها اجزاء الجسم. يعني يقول لك روح صلي، ما تروحش تصلي، فده عبارة عن سلك. فلذلك في التحنيط عند المصري القديم يتخلص من المخ في التحنيط ويحفظ القلب. فالقلب ليه معنيين، المعنى المادي له حاد، والمعنى اللامادي اللي هو بنقول عليه اللي هو الضمير أو العقل. وإيب هي اللب، في فرق بين القلب كمضغة والقلب كضمير ولب اللي هو مصدر إصدار القرارات اللي انت بتاخدها. فلذلك يوزن القلب اللي هو الضمير، بيقول عليها المصري القديم وجع وجع مدو، وجع مدو وزن الكلام. كلمة ايه يقول لك ايه في القرآن، النص القرآني مدادا لكلمات ربك، مدادا اللي هو الكلمات التي خلطت، المداد هو الحبر وكان ايه الكلمات. فالمدو هو الكلام او القرارات التي اتخذتها هتتحاسب عليها. فوجع مدو هو وزن الاعمال، وزن القرارات اللي انت اتخذتها في حياتك. فلذلك وزن القلب هنا بيقول لك ايه، وجع مدو عندما يتساوى، عشان في ناس كتير بتشرحها غلط حتى في الفاردي والكلام ده، يتساوى وزن القلب مع الريشة فقد برأ يذهب إلى جنة وزير. أما إذا كان القلب أثقل من الريشة تأكله المنتهمة، الشكل الحيوان المركب ده اللي هو المصير بتاعه ينفى ولا يلحق بالعالم الآخر. ده قصة المصري القديم. فإذا من مبادئه عشان يوصل للماعر يبقى زي أوزير، وزي ما أوزير ادى الوصية والقرار إنه هو مش عايز يعيش في العالم الأولي، إشارة إلى أنه تبعد عن الحقد والكراهية والدناءة لكي تصل إلى الجنة. من المبادئ الأخرى المصري القديم شفناها من خلال حياته الملك رمسيس الثاني
مصر القديم هنا يشير الى عندما وعليكم السلام ورحمه عندما تاتي عليك المحن وتاتي عليك المصائب فانت اول حاجه تفكر فيها تلجا ايه لربك. ومن الامثله في مصر القديمه الملك رمسيس الثاني لما احنا قلنا في معركه قادش راح رمسيس بالفيض بتاعه وعجبه محاصره رمسيس وده درس كبير اتعلمناه ان هو ما ياخدش القرار السريع كان لسه صغير بالرش فلجا رمسيس الثاني للدعاء لامون دعا امون الاله الرئيسي عند مصر القديمه فقال لك وانا بين اجانب كثيرين لا اعرفهم واصبحت وحيدا وما من احد حولي فدعوتك انت يا امون مؤمنا بانك انت ادى من ملايين المشاة ومن مئات الالوف من المحاربين الا اني ادعوك يا امون في تلك من تلك البقاع النائيه مؤمنا بان دعائي سوف يبلغك في قيمه. هنا بنستفيد ان مصر القديم لما تحاصره المحن والمصائب يلجا الى الرب ليدعو. فده مهم. مصر القديم هنا بيعلمك انك ايه تدعي ربنا عندما تشتد المحن. بالظبط عند المحن. في من المبادئ الاساسيه عند مصر القديم اللي هو عندنا ال 42 سؤال بيتم بواسطه القضاء في المحاكمه بتاعه الوزير بيجي ينفي الماثل امام هؤلاء القضاء الاجابه بالنفي، هنستعرضهم اللي هم ال 42 سؤال ويجاوب بالنفي. لكن قبل كده ناخد هايلايتس عند المصر القديم مثلا من الوصايا يقول لك لا تسخرن من اعمى المبادئ الوقيم عند المصر القديم ولا تهزئن من قزم. حتى القزم سلب من المقولات المهمه عنده اللي يقول لك ايه لاف ويز مي اند دونت لاف ات مي اضحك والعب معايا ولا تسخر مني. والمصر القديم من المبادئ ان هو ما يكونش عنده تنمر وده نصوص واضحه وصحيحه عند المصر القديم. ولذلك ناس كتير لما بتروح تغلط وتشرح في منظر حتشبسوت سيده بونت اتي اللي هي شكلها تخين جدا بيقول لك الست تخينه والحمار الذي يحبها ويحبوها ايه كنكته والمصر تنمر صح. مصر القديم ما كانش عنده كده. مصر القديم عنده قيم ومبادئ واخلاق يعني تنمر على اي حد ولكن هي شكل الست كده. والمصر القديم عرف الحمار بالصدفه الحمار الذي يحمل مراد صاحب بوك او بلده بوك ما عنديش التنمر في المعلومه اللي كان دي غلط يا اخوان. بيقول لك ايه ولا تحقرن رجلا عقله في يد الاله اي مريض عقليا اللي هو عقله راح ما تسخرش منه مجذوب يعني تفرح فيه يعني ده كلام مكتوب في نصوص مهمه في بلديات. ولا تكونن عابس الوجه اذا تعدى حدوده يعني لو تطاول عليك ما تزعلش. خلق الإله الإنسان أن الإنسان من طين وقش وهي المواد التي يصنع منها الطوب اللبن يعني معروف الإنسان مصنوع من إيه. مصر القديم وصل لهذه التأكيد في تعاليم دينية وصلته وهو يبني ويهدي كل يوم قد يجعل الإله ألف إنسان فقيرا بمشيئته. طبعا مشيئة الإله بتتغير يعني فقير ممكن يبقى غني. فكل الكلام ده المصر القديم قالوا وذكروا أنا مش عايز أطيل عليكم ولكن ننتقل للنقاط بتاعت مباهي العدالة اليمين والدين. هي حاجات كتير زي ما انت حضراتكم شايفينها لم ارتكب خطيئة لم اقتل لم اسرق لم اختلس الغرامين لم اسرق ممتلكات الاله كلها دي حاجات احنا عارفينها لم ازني لم كل الكلام ده مكتوب عند المصر القديم من خلال ال 42 انكار للحاجات الخطايا اللي هي ما يقال عنها زي مثلا لم اسرق ما يخص النترو يعني ما تعداش على جامع ولا كنيسه زي يعني انت حاليا بيقول لك ما تسرقش من الجامع او من الكنيسه. هو المصري القديم ممتلكات النترو يعني الالهه لم اخرب المباني الدينيه تمام. كل المبادئ دي عندنا المصري القديم. ولكن انا عايز اتطرق لمبدا مهم عند المصري القديم في السنوات الأخيرة
فعلا مشينا ينقطها او ترفضها كل الاديان السماويه اللي هو اللواط. المصري القديم يعني اي حد تاني بتاع اثار ان شاء الله لو كان ايه عنده درجات علميه عاليه ويقول لك كان المصري القديم عندهم لواط والكلام ده وديان ذكور، لو مغزى الكلام ده غلط وكذاب. ده راجل منافق وعايز يوصل ان ايه احنا عادي عندنا الامور دي زي الغربيين. المصري القديم بينفي عن نفسه هذه الفعلة، وذكر في أستراكا في دير المدينة وقال إني لم أفعل بالمفعول بهم، يعني يبرئ نفسه من هذه الفعلة، والنص واضح وصريح إن هو ضد هذه الفعلة وإنها تأتي بالشرور وكل الكلام ده. فاللواط عند النص القديم لا يوجد، ولا يوجد واحد امير في الجيش ولا مساعد ياتي بسلم واسع. أيوة اسمع زي حواز مش عارف غلط، كل ده كلام افتكاسات وكلام غرضه بلبل وغرضه التقرب من العالم الغربي. تمام. لكن المصري القديم من اخلاقياته ومبادئه لا ياتي بهذه الفعل، زي حواز كده على مر العصور عند المصري القديم. وكان ينظر لهؤلاء فعلها وحشة ومسيئة. عيب عيب. من المبادئ تابعا لم أنبش القبور ولم أتصرف بالكبر وغطرسة وهكذا. اللي يهمني في حالة تانية، المصري القديم من مبادئه وأخلاقه من خلال بردية في دير المدينة عصر عليها دي قرية العمال، كان مشهورة وذكرت أضراب العمال. مصر القديمة كان فيه إضرابات، إضرابين مشهورين في عصر رمسيس الثالث 1180 قبل الميلاد، يعني 3200 سنة من الآن. كان فيه إضراب في دير المدينة، العمال لم تصرف لهم المرتبات، رمسيون المرتبات الأسبوعية كل 8 أيام، هم يشتغلوا 8 أيام ويومين أجازة. الأسبوع عند مصر القديمة 10 أيام زي مش اللي في الرمسيوم يا دكتور؟ بتاعت الرمسيوم لما عمل لهم؟ دير المدينة. لا مش رمسيوم. المكان ده في دير المدينة عصر على البردية بتتكلم على إضراب حصل. من خلال سرد القصة إن الحكومة لم تستطع صرف المرتبات والأجور للعمال. دير المدينة. أجور عينية مش مادية. فكان الملك ساعتها رمسيس الثالث العاصمة مقيم في الدلتا. كان الكلام في العام 29 من حكمه، يعني قبل ما يموت بثلاث سنين. فهذه الأثناء كان في نقص في الثمرات، ما كانش في فيضان، وكانت مشكلة بتواجهها الحكومة في دفع الأجور مش بس للعمال، لكل الناس. ومن الأمثلة اللي هي رصدوها واتكتبت اللي هو إضراب دير المدينة أو قرية العمال في هذه الفترة. طبعا الملك رمسيس الثالث عايش في الدلتا، وفي هذه الأثناء الملك رمسيس الثالث جرب يجي يزور طيبة عشان في احتفالات دينية كبيرة. هيحصل إيه؟ زي عادة الحكومات على مر العصور، واحد مسؤول في الدولة كبير أيا كان هيروحوا مسفلتين الشارع ومشجرين الشوارع دهنين المباني، هو ده لازم يجي الملك رمسيس الثالث ويلقى الحال على ما يرام. ما يلقاش عمال دير المدينة رافعين لفط، ده المذكور في البردية، ورافعين اللفط إن جوعى احنا ما خدناش مرتباتنا، أضربوا عن العمل يعني ما رضوش يروحوا العمل، ضد السلطة، ضد يعني ايه تظاهر سلمي. وده أقدم إضراب حصل، في إضراب تاني في عصر رمسيس التاسع، ولكن الإضراب الحكومة ما لبتش الطلبات لدرجة إنهم دخلوا معبد تحتمس الثالث في برنسا اللي هو بعد رمسه على يدك الشمال، خدوا التمثال من الألباستر من المعبد، يعني زي ما بيقول لك الجوع كافر، استووا على هذا التمثال وحجزوه في دير المدينة، حتقدروا حنديكم التمثال. ده اللي حصل. لكن في عصر رمسيس الثالث استطاعت الحكومة إنها تعمل حاجتين. الحالة الأولى علشان يهدوا الأوضاع زي ما حصلت بعد ثورة 2011، جبنا الناس النخبة والكبار وبتوع الأحزاب، تعالى يا إخوانا اقعدوا مع الشباب وحوار مع الشباب ونقولوا إيه ونقنعوهم إنهم يسيبوا الميدان. ده اللي حصل زمان في دير المدينة. اجتمعوا بمين؟ كبار القوم في قرية دير المدينة. المبدأ هنا عايز يوديلك حاجة مهمة، أن الشباب
اللي موجود في دير المدينة استمع لكلام كبار. فإذا أن من الواجب عليك كشاب صغير أن تستمع لكبيرك. والحكومة كانت ساعتها ذكية، تصرفت التصرف السلمي، لجأوا إلى كبار القوم، لما أخذ سكتونا العيال دي، هدولنا العيال دي، وعد مننا كحكومة في البلدية مذكور الكلام ده، يقول لك وعود الحكومة مفاوضتهم مع اللي معهم مشكلة وحلفهم وقسمهم أغلظ القسم، يعني حلفوا لهم يمين والله هنحل الموضوع، بس يا ريت تسكتونا الناس دي وتهدوا الوضع واحنا هنحل المشكلة. فده لجأت إليه الحكومة، وده يتجسد في موقف حدث أثناء إضراب عمال دير المدينة بالأقصر، ما يعرف بأخطر إضراب مسجل في تاريخ البشرية عهد رمسيس الثالث. ركز في السطر رقم 8 اللي هو السطر اللي جاي ده، بيقول لك إيه في الوزن أحمر جاي. فحتى الآن في قرانا ونجوعنا لما تكون في مشكلة يتم توصيل كبار البلد والقسم لهم بأغلظ الأيمان، القسم بحلها، المصري كده من زمان يا أولاد. فهو ده مقرر عندك، ولكن المستفاد من القصة إن هم استمعوا لكبار القوم، وفعلا القصة حلت، ولجوا إلى صرف المرتبات من معبد الرمسيوم اللي هي المخازن بتاعة الرمسيوم. فبيوريك هنا أن الشباب ثار وكبار القوم هدوهم. الخلاصة في هذه النقطة إن الناس الصغير الشباب كان بيحترم الكبير، زي ما بيقول لك المثل اللي ملوش كبير يدور على كبير. صح، فدي من القيم والمبادئ عند المصري القديم. انا بدي لك امثله بس ببسطك ووصلك المعلومه كمثال صريح، يعني الكلام ده مش تاليف، الكلام ده حقيقي وموجود. عايز دكتور البرديه موجوده فين الاصليه؟ برديه من اللي هي في المتحف البريطاني. طب تمام. في عندنا حاجات تانية المصري القديم بشرها وشافها من المبادئ، البر بالوالدين. المصري القديم ذكر البر بالوالدين وأوصى به، وشفنا المثال إن هي الأم المضحية برضو، يعني من خلال يعني الرد، يعني البر بالوالدين والمقابل بتاعه إن الأم تعتني. عارفين إزيس زي ما بيقول لك كده بالبلدي، واحدة جوزها توفى وخلفت وضحت بشبابها من أجل تربية أولادها، هي إزيس عملت كده، فهي دي مثال للأم المضحية. فبر الوالدين كما يضحي والديك من أجلك ويتعبوا ويكدوا، فأنت يجب عليك أن تبرهم. فالنصر القديم أوصى ببر الوالدين، فيقول الحكيم بتاع حطب في طاعة الوالدين ما أجمل أن يصفى الابن عندما يتكلم آباء، يصغى عندما يصغى الابن، يعني لما أبوك وأمك يكلموك لازم تصغى إليهم إليهما. تمام، فده مهم بالبر الوالدين من الأمثلة، وأن يسمع الكلام بإصغاء ويأخذ النصائح والكلام بتاعهم. حاجة تانية برضو أوصى النص القديم من المبادئ بتاعته العدالة والصدق، إنك أنت تكون صادق في كلامك ووعودك. الحاجة الثالثة حفظ اللسان والقول الحسن، دي كلها وصايا من الحكماء المصريين القدماء، بيقول لك ما يعني إيه لسانك، مفروض الناس تسلم من لسانك وتقول الكلام الكويس الكلام الحميد، ولا تأذي الناس بالكلام السيء. الأمانة في مصر القديم ذكرها برضو الحكيم، تكلم في الموازين عملية الوزن، فكان لازم يكون عندك أمانة زي ما احنا بتوصينا كل الأديان السماوية. خمسة الاهتمام بالعلم. تمام، ستة الحث على الخير، انك انت تعمل خير من خلال الوصايا اللي وصاها الحكماء المصريين. في لو سمحت معلش حد الأسئلة ممكن بعد المحاضرة؟ لا مش أسئلة، هو بس فرصة، يعني هو حضرتك الحاجات دي تبقى منقوشة على برديات وصايا، برديات وصايا. تمام، الأحجار الحاجة اللي بعد كده من خلال نص مكتوب في مقبرة تي تي 100. تي تي 100 يعني مقبرة رخمي راع، تي تي يعني سيبس تومز، اختصار لكلمة سيبس أو سيبين تومز في البر الغربي اللي هو عند الرمسيوم، في اللي هي مقابر الأشراف أو النوبل. المقبرة الرقمية بتاعت رخمي راع لما تدخل شكل المقبرة
اللي هو على الحرف تي مجلوب. عندنا حائط عينك الشمال وحائط عينك اليمين، الضرائب المفروضة على أهل الشمال والضرائب المفروضة على أهل الجنوب، ما يقابله الحائط بتاع الجنوب ده من الغرب من الناحية الغربية اللي هي الجزية اللي كانت مفروضة على البلاد الأجنبية وكانت تجارة. المقبرة عظيمة بتشهد عظمة وقيمة الحضارة المصرية والإمبراطورية العظيمة، إن كما الصفوف من الأجانب خلال بلدان مختلفة يأتوا إليك بالجزية. كان في قانون دفع الضرائب عند مصر القديم، أهل الشمال وأهل الجنوب اللي مش بيدفع الضرائب بتاعت الدولة يعاقب في منظر العقاب. والملك تحتمس الثالث هو كان أيام الوزير وزير الدولة اللي هو معالي الوزير، وكان يشغل اللي هو رئيس العاصمة أو زي ما بقول لك المحافظ بتاع لوكسور من العاصمة لوكسور، فهو موجود بيحكم من لوكسور. الملك تحتمس الثالث من خلال النص على يدك الشمال اللي انت يعني داخل كده على يدك الشمال اقصى الحته الجنوبيه في نص مكتوب بالكلام، كل ده صور وشويه كلام صغيره، لكن ده الوحيد اللي مكتوب نص كامل. دي السيره الذاتيه لسحب المقبره، بيذكر فيها فيما معناه النص اللي قدامك ده ان الملك تحتمس الثالث اوصى، لان من مهام هذا الوزير كان رئيس المحكمه الدستوريه العليا ورئيس القضاء ويشرف على كل اعمال القضاء القضايا في البلد. الملك تحتمس الثالث بيوصي باقامه العدل، وعندما تاتي اليه قضيه ينظر اليها بعين الاعتناء والصبر وعدم الاستعجال في اصدار الاحكام، يعني يدرس القضيه جيدا. وعندما ياتي اليه الناس ما يكونش اللي قدامك ده ايه، ما يبصلوش ده فقير غني كبير في البلد صغير، لان الملك تحتمس الثالث اقصر قال لو انت ما عملتش كده خلي بالك الاسفت يعني الزفت يعني الشر هيتمكن من البلد والناس، الفساد هيطول الناس، الظلم هيطول الناس، وبالتالي الدولة هتنهار. ففي خلال النص ده بيشدد على إقامة العدل في نص صريح ومهم في مقبرة. يقول لك إن العدالة لا تنام وإن أي شر هيكون سبب في انهيار الدولة والقيمة بتاعة الدولة وهكذا. من خلال الاستعراض لهؤلاء أو لتلك النقاط عندنا الموجز في هذا الكلام في كتاب مهم ممكن تصوره في المكتبة اسمه فجر الضمير لجيمس إنبريستد، يقول لك الحضارة المصرية أصلها الأخلاق والقيم العليا. ده مهم بالنسبة لنا إن الأجانب من خلال دراستهم لعلم المصريات، الناس بتسأل عن المصدر بتاع الكلام ده، طبعا بلديات وبتخش في مقابر، عندنا كل دي المصادر اللي بتشير إلى إن مصر القديم دعا إلى تطبيق المبادئ والأخلاق. واستعرضنا النقاط دي من خلال قاعدة حكمس الثالث في إقامة لخصنا الحتة بتاعة تقدمة أو القصب بتاع الملك. عارفين القصب الجمهوري؟ لما رئيس الجمهورية يقول لك أقسم بالله العظيم سأحكم وأحافظ على مقدرات الدولة وحدود، الملك هو بيقدم تمثال العدالة بياخد عهد على نفسه إنه يقيم العدل. وده الموجز اللي إحنا قلنا عليه في النص الصريح، رديت معك إنك معك أقدم العدل لسيد العدل. واتفقنا إن القرابين المقدمة للآلهة ما هي إلا حاجة رمزية، وإن الآلهة لا تأكل ولا تشرب ولكن البشر هم اللي بيأكلوا، لكن الآلهة تتغذى على العدالة. الآلهة أو الإله يكون مبسوط من الملك والناس لما يسود العدل، فده أساس العدل زي ما بقول لك، العدل أساس الملك. الاستعراض لو احنا حابين برضه ناخد بعض الأمثلة لمبادئ العدالة، مثلا احنا ذكرنا لم اسرق الطعام، لم اقتل، لم اسرق، منها برضو لم انظر لزوج الجاري،
شاف المصري القديم من المبادئ اللي تحته وتتلخص في الديانات السماوية، لأن من أصعب الحاجات اللي ممكن يقع فيها الإنسان اللي هو الزنا بالناس القريبة محارم، لأن هي الموضوع سهل فربنا حذر منه جانب. صح. فهنا المصري القديم برضو لم أنظر، مش بس لم أنظر لزوج جاري أو حليلة جاري من المبادئ بتاعته، لم أخطف الطعام، لم ألعن أحد، لم أغلق أذناي عن سماع كلمات الحق، ولا لم أزني برضو، لم أتسبب في بكاء الآخرين، لم أغش أحد، لم أغتصب أرض أحد، لم ألفق تهمة لأحد. كل الكلام ده النص القديم ذكره في مبادئ العدالة، ولم أخالف القانون، مهمة دي، لم أتمادى في الغضب، يعني مسك أعصابه الغضب موصلوش للانهيار وفعل الأخطاء، وكل الكلام ده مهم. النقاط برضو المهمة، بس عشان أنا حاجة مهمة برضو في دير المدينة، عندنا برضو ده مصدر من المصادر المهمة بيحكي لنا الحياة العامة بتاعت مصر، عشان نكونوا صادقين إن المعابد المذكور فيها كل شيء جميل. عارفين التلفزيون بتاع الدولة، الصحف القومية، دايما الحكومة بذلت جهود عظيمة لمنح كذا وعمل كذا، وقام السيد الرئيس بعمل كذا، كل الجرائد طبعا تخضع لسلطة الدولة فيها كل كلام حلو، كل كلام جميل. ولكن المصدر الحقيقي برضو، يعني المعابد عندنا الملك المحارب العظيم، ابن الإله الذي يقدم القرابين، الذي يقيم العدل، لكن عندنا الوجه الآخر للمجتمع المصري شفناه في دير المدينة. في بعض الحالات الشاذة والمبادئ نفسها بتحاربها، لدرجة أن دير المدينة كان فيها محكمة صغيرة اسمها الكلبت، والكلبت هي زي الكنبة، يعني قضاة قاعدين على حاجة عالية والناس قاعدة في الأرض. من أقدم حالات التحرش في تاريخ البشرية حصل في دير المدينة، لأن الاستراكات اللي مصر عليها بتحكي لنا الحياة اليومية 40,000 استراكة وترجمت معظمها، ولكن في بعض الآخر لم يترجم. في حالة التحرش اللي تعرضت لها إحدى السيدات من قبل أحد رؤساء العمال، وتم معاقبة هذا الرجل وتوبيخه. يعني إيه تم توبيخ الرجل؟ يعني إيه مصر قديم؟ يعني محترم وحارب الفكرة بتاعت إيه التحرش في المجتمع المصري. إذا مصر قديم بيقيم مبدأ مهم اللي هو إنك أنت موجود في عالم سلمي ما يسودوش التحرش، ما يسودوش الأفعال الشنيعة. الحالة الثانية برضو في دير المدينة شفناها، عارفين دير المدينة ده مجتمع جابوه العمال بتوعه من ما تبقى من العمال اللي بنوا المقابر ونقشوا المقابر اللي موجودة في منطقة سقارة والفيوم والهرم نفسه، ده كانت الدولة القديمة، في مقابر حوالين الهرم منطقة الجيزة في مقابر، وفي مقابر سقارة. في الدولة الوسطى كانت الناس دي انتقلت إلى منطقة الفيوم لنقش المقابر ونقش في ميدوم والحتت. فالملك أبو فضل الأول سالم ملوك الأسرة 18 أحضر هؤلاء العمال وجابوهم في دير المدينة، وكانت النواة عدد أو مجموعة صغيرة جاوا بعيالهم، جاوا بزوجاتهم وعيالهم. طبعا العامل بيربي عياله في مدرسة بيشرف عليها الفنانين أو الناس اللي هي مش هتقدر تشتغل أو كبرت في السن، بيعلموا الناس دي الأطفال الصغيرين المهنة دي وهكذا. الدولة المصرية آنذاك أصدرت قرار، طبعا في يوم من الأيام عدد الناس دي هيكتر، طبعا اللي هيخلف ثلاثة وأربعة، وهو المكان محدود والمرتبات برضو محدودة، أنا عايز عدد معين وعايز فعلا جيل جديد يطلع وجيل ورا جيل، لدرجة إن الناس بتاعت دير المدينة دولة أخذوا في المكان 400 سنة، يعني في فترة وراحت شالت البيوت ووسعت ولغاية ما ادانا الشكل الأخير اللي أنت شايفه. لكن من خلال الحفائر والأساسات
بتاعت المكان عرفنا المكان بتاع القرية. لو انت روح داري المدينة في الجزء الشمال الشرقي اللي هو النواة الأساسية أو الحقيقية، وحرقت القرية وتركت بان عصر إخناتون، وبعدين حرق محب رمسيس الثاني وست الأول ردوا العمال اللي في منهم راح تالي العمل. اللي همنا في الموضوع ده بيقول لك في أسرة 18 الحكومة أصدرت قرار قالت إن الأجيال اللي طالعة دي تعقد ليهم امتحانات ويشرف عليها وزير الدولة، بمعنى إن مفيش واسطة، امتحانات خاصية بيعدي من هذه الامتحانات لكي يلحق بالمكان وياخد مرتبات. قبل كده هنا عندنا عدالة في اختيار الكفاءات. المجتمع المصري من خلال المكان ده طبق مبدأ الكفاءة، الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل الكفء هو اللي بيشتغل في المكان. أما من يفشل في الامتحان يهجر القرية، يروح يلقاله مكان تاني، يعني بالرغم إن هو عيلته أبوه وأمه موجودين ولكن يذهب بيه إلى مكان آخر وعاد يشتغل يشوف شغلانة تاني، لأنك الناس دي كانت مصنفة بتاخد مرتبات عالية وتعيش حياة قوية، لأنهم هم الفنانين. حتى بيقول لك ست نعت العاملين في مكان الحق، يعني دول المهمين بالنسبة للملك، والفنانين دول مهمين عشان هم بيرسموا وينحتوا النقوش اللي فيها رحلة الشمس ورحلة الروح والبعث إلى العالم الآخر. فكانوا يعني صفوة، يعني ناس عالية في المرتبات والأهمية، وكبار الموظفين هناك كانوا بيدعوا في الحفلات الكبرى بتاعت القصر الملكي، يعني ناس مهمة. بيقول لك اللي هو عنصر الكفاءة يبقى في المكان والغير كف يترك المكان. ففي الكلام في الكتاب من خلال ما بين السطور اتضح لنا فترة من الفترات سادت في أواخر عصر الرعامسة إن الوالدين أو الآباء أو العيلة كانت تدفع رشاوة للناس اللي بتمتحن، الناس دي إن أطفالهم يظلوا، فيما معناه إن يمكن الامتحان خلاص ما بيجيش موجود. وانعكس ذلك لو أنت جيت قارنت الفن في الأسرة 18 حتى منتصف الأسرة 19 كان فن جيد وعالي فاين آرت، أما الفن في أواخر عصر الرعامسة كان سيء وردي. ليه؟ علشان كانش فيه عنصر الكفاءة، كله اشتغل الكويس والوحش. من هذه النقطة نقدر نستطيع ونحط إيدنا على حاجة مهمة، إن مبدأ الكفاءة أو عنصر الكفاءة هو اللي بيبني الدولة، هو اللي بيبني الحاجة المهمة أو القوامة أو التقدم في الدولة. الكلام ده طبقوا المصري القديم عن قصد لإقامة الدولة بتاعته، فمن مبدأ المبادئ الأهمية المهمة عنده اللي هو اختيار عنصر الكفاءة، ده كمثال صارخ وواضح. أنا كده خلصت المحاضرة وضربت هذه الأمثلة، وشكرا لحسن استماعكم. الوقت هنفتح دائرة نقاشية وأسئلة. أي حد معه استفسار في الجزء اللي شرحه.